صباح او مساء الخير عليكم، على حسب التوقيت الزمني اللي هتسمعوني فيه. معاكم رحاب شريف، الفرقة الثالثة صيدلة القاهرة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن توبيك مهم جدا تحت عنوان الفولاتايل اويلز والكوفيد 19. هنتكلم فيه عن الرول بتاع الفولاتايل اويلز في الكوفيد 19 تريتمنت. هنبدأ بانترودكشن بسيطة جدا هنوضح فيها يعني ايه الاسينشال اويلز او ايه هما الاسينشال اويلز. الاسينشال اويلز هما ناتشورال ميتابوليك سيكريشنز للبلانت، وممكن نعتبرهم كبلانت هرمونز او فلويد مانيفيستيشن للاميوني سيستم في البلانتس. طيب نعمل لهم ايزوليشن من البلانتس عن طريق فيزيكال بروسيسز. ومن اهم المميزات اللي موجودة في الاسينشال اويلز هي انهم عندهم اجريبل اودر بتبقى كاركترستيك على حسب السورس اللي كانوا موجودين فيه. هنتكلم عن السيرابيوتيك بروبرتيز بتاعتهم، وان كتير جدا من الاسينشال اويلز عندهم يعني ميديسينال يوزز كتير جدا، وبيستخدموا من زمان في علاج امراض كتير. ومن اهم الميديسينال يوزز بتاعتهم ان هم بيستخدموا كانتي مايكروبيل وانتي اوكسيدنت، وبيستخدموا في ريليفينج البين والفيفر ريدكشن. دلوقتي هنتكلم عن الاروما ثيرابي والكوفيد 19. من اهم الميديسينال يوزز الموجوده في الاسينشال اويلز وبنستفاد منها جدا في الكوفيد 19 تريتمنت ان هم بيستخدموا كانتي انفلاماتوري واميونو موديولاتوري وبرونكو دايليتور، وعندهم انتي فايرال بروبرتيز. في الابحاث الحديثه اكتشفوا ان الكومباينيشن بتوين سام دراجز اند سام اسينشال اويلز بيطلع لنا دراج بيبقى مور افكتيف في علاج الكوفيد 19. دلوقتي هنوضح الكومن ميكانيزم اوف اكشن بتاع معظم الفولاتايل اويلز اللي بيعتمد على اللايبوفيليك نيتشر بتاعتهم اللي بتمكنهم من انهم يعملوا بنتريشن للفيرال ميمبرينز، وبعد كده يعملوا له ديسربشن. ومعظم الاكتيف فايتوكيميكالز بتشتغل بشكل اساسي على الفيرال ريبليكيشن، وبيعملوا انديوسنج للبوزيتيف افكت اللي بيعمله الفيروس على الهوست ريسبيراتوري سيستم. وزي ما قلنا هو عنده برونكو دايليتور افكت، وبيعملوا ميوكاس لايسز. وفي الصورة هنا بنوضح الأماكن اللي في البادي اللي بتعمل ريسبوندنج للإسينشال أويلز لو حصل لهم إنهاليشن. على سبيل المثال الميد برين والبيتيوتري جلاند والبينيال جلاند والسيمباثاتيك تشين والثيرويد جلاند. هنتكلم ان شاء الله بشكل اساسي عن ثلاثة examples للفولاتايل اويلز وعن دور كل واحد فيهم في الكوفيد 19 تريتمنت. هنتكلم عن السايموكينون اويل والسينامون اويل والليمون اويل. هنبدأ بالسايموكينون اويل. السايموكينون اويل السورس بتاعه هو جاي من النجيلا ساتيفا او البلاك سيد. بيستخدم واشهر استخداماته ان هو انتي اوكسيدنت وانالجيسيك وانتي انفلاماتوري، وفي بعض الحالات بيستخدم فيها كانتي كانسر. ليه سايد افكت ان هو في اللارج دوزز بيعمل ابورشن، والابليكيشن بتاعه ان هو بنعمل له كومباينيشن بتوين السايموكينون اويل والزنك سبلمنتس اللي بتستخدم في الكوفيد 19. دلوقتي هنتكلم عن الميكانيزم بتاع الزنك سبليمنتس. اول حاجه بيعملوها ان هم بيعملوا بوستنج للاميون ريسبونس اجينست الفيرال انفكشن، يعني بيحسنوا الاستجابه المناعيه في الجسم للفيرال انفكشن عن طريق ان هم بيعملوا اكتيفيشن للاميون سيلز. تاني حاجه ان هم بيعملوا انهبيتنج للبايندنج بتاع الفيروس مع الـ ACE2 ريسبتور الموجود على النيوموسايتس.
وبيعملوا انهبيشن برضو للبروتيوليتيك بروسيسنج اللي بيعملها الفيروس جوه السيلز للريبليكيز بولي بروتينز انزيمز، وبيوقفوا ال ار دي ار بي جين بتاع الفيروس من ان هو يعمل الونجيشن وتمبلت بايندينج مع الدي ان اي بتاع السيلز. اكتشفنا ان الزنك علشان يؤدي الاكتيفيتي بتاعته لازم يعمل اكسس للانفكتد نيوموسايتس، بس الاورال سبلمنتس بتاعه الزنك لوحدها مش كافيه ان هي تعمل سفيشنت افيلابيليتي للزنك جوه النيوموسايتس. وبعد كده لذلك عملنا الكومباينيشن بتوين الزنك وبتوين النجيلا سيدز، فاستخدمنا او كان دور ساعتها النجيلا مين ان هو بيستخدم كايونوفور علشان يحسن الزنك انتري للنيوموسايتس، وبدوره يمنع الكوفيد 19 ريبليكيشن عن طريق ان هو يوقف الريبليكيز انزيم سيستم. هنا بنوضح الميكانيزم بصورة يعني مجمعة اكتر. هنا الفيروس بيعمل بايندينج للريسبتور الموجود على السيل اللي هو الـ ACE2، بعد كده بيحصل اندوسيتوزيس للفيروس جوه السيل، بعديها بيحصل له انكوتينج ويطلع الـ RNA بتاعه جوه السيل، ويحصل للـ RNA ترانسليشن فيتحول للـ RDRB اللي هنا بيجي دور ساعتها الزنك سبليمنتس ان هو يعمل له انهبيشن، وبالتالي ما يكملش الريبليكيشن والترانسكريبشن بتاعه جوه السيل. تاني مثال عندنا ان شاء الله هو السينامون اويل. السينامون اويل بنجيبه من الانر بارك بتاع السينامون زيلانيكا. اهم استخداماته ان هو انتي بليتلت، وبيعمل لورنج للبلود جلوكوز ليفل والترايجلسرايد والال دي ال كوليسترول والتوتال كوليسترول جوه البادي بتاع الهيومن. السايد افكت بتاعته ان هو ممكن يعمل اريتيشن للسكن والميوكس ممبرينز، وممكن يسبب ديارية وفوميتنج. الكونتر انديكيشن مع الناس اللي عندها ديابيتس وبياخدوا ادويه تعمل لورنج للبلد شوجر، فبالتالي ممكن يؤدي الكوما لو اخدوها مع السينامون اويل. الافكت بتاع السينامون اويل على الكوفيد 19، السينامون اويل يعني عنده ان فيترو انتي فايرال افكت، وبتظهر الاكتيفيتي بتاعته افتر 30 مينتس اوف الاكسبوجر. وبيشتغل ازاي؟ ان هو بيعمل انهبيشن ل وان اكتيفيشن للفايرال بايندينج ابيليتي. احنا قلنا ان الفيروس بيعمل بايندينج للريسبتور اللي هو الاي سي اي 2، فهو السينامون اويل بيعمل انهبيشن وبالتالي بيمنع الفيروس ان هو يعمل انترنج للسيلز بتاعه الهيومن بودي. تالت واخر مثال عندنا هو الليمون اويل. الليمون اويل السورس بتاعه بنجيبه من البيل بتاع الفريش ليمونز، واهم استخداماته بيستخدم في ريليفنج الكاف، وعنده انتي مايكروبيال اكتيفيتي، وبيحسن الاميوني سيستم. السايد افكتس ان هو ممكن بيزود فرص السون بيرنز للناس اللي عندها لايت سكين. الكونترا انديكيشن هو مش سيف في البريجنانسي واللاكتيشن، ومش سيف لو استخدم توبيكال للناس اللي عندها سنسيتيف سكين. دلوقتي هنتكلم عن الافكت بتاع الليمون اويل في الكوفيد 19 تريتمنت. الليمون اويل بيعمل بلوكينج للريسبتور اللي اتكلمنا عنه اللي هو الاي سي اي 2، وبالتالي بيعمل انهبيشن للبايندينج اللي بيحصل بتوين الفيروس وبتوين الريسبتور، وبيمنع دخول الفيروس للسيل بتاع الهيومن بودي. الريزلتس وضحت ان الليمون اسينشال اويلز والدريفاتيفز بتاعته ليها دور مهم جدا في منع الانفيجن بتاع الكوفيد 19 للهيومن بودي. وبكده نكون خلصنا التوبيك بتاعنا.
دول أسماء التيم اللي شاركوا في البروجكت. وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.